مرتضى عنا فقرة باش نعملوها معك أول مرة، فقرة باش نقربوا منها من الشخصية متاعك. أنت شخصيتك مكشوفة للناس ولا ليه؟ للناس الأقرب. والجمهور بنسبة قديش يعرفك من داخل من داخل من داخل؟ الجمهور يعرف الدخلين يعني. من خلال غنايتك؟ أي باهي. باش نستقبل لك إنسان شخص باش تقابله أول مرة، وفما حكمة في الاستضافة هذه تو نفهموها وقت اللي نستقبله سي طاهر البكاري. مرحبا بك سي طاهر. مرحبا. عايشة بس عليك. مرحبا بك. لاباس الحمد لله. تفضل سي طاهر. اوكي باهي. سي طاهر قبل كل شيء مرحبا بك. عايشك. وباش نفهموا من خلالك حاجة باش تصير مع مرتضى لأول مرة في البرنامج. مرتضى قبل ما يجينا للبلاتو قعد في الكواليس، في الكواليس جاك فريق الإعداد طلب منك باش تعمل إمضاء. صحيح. الإمضاء نتاع مرتضى وريهون على الشاشة باش نشوفوا بالضبط شنو عمل مرتضى. إن شاء الله ما طلع صححت على حاجة. لا لا هذاك هو الإمضاء نتاعك. أي سي طاهر البكاري عنده علم ولا موهبة بعد نحكي معاه انه يقرا شخصية الانسان من سينياتور من خلال الامضاء نتاعو. كنت نحكي انا وياه قال لي راهو عامل تكوين كبير برشا وعنده شهيد في الفلسفة في علم النفس الى غير ذلك، وجربناها احنا علينا على فريق البرنامج نسبة الخطأ ضعيفة. باهي على ذلك قلنا خلينا نجربه مع مرتضى شنو يعطي. هاي باهي. مرحبا بك سي طاهر. يعيشك. هادي علم ولا إحساس ولا موهبة ولا شنو؟ الأمضاء هو الحمض النووي متاع حياتنا النفسية. احنا نحكيو على الحمض النووي اللي نتعرفوا به جينيا على الأشخاص، هذيك الهوية الجينية متاعنا، هذا يعطينا الهوية النفسية. أي واحد توك نقول لك هادي صحة بار إكزومبل مثاله، أنت مش تحاول فيك التصاعة هذيك، مش تحاول تحط ذاتك حياتك ذكرياتك انكونسي بطريقه غير واعيه، انت بالنسبه ليك مجرد خربشه. انا بالنسبه لي هذيك كود مش نعملها ديكريبتاج، سامحني في الكلمه، تفكيك، خاطر هي مجموعه متاع رموز. ما ننساوش اللي الانسان هو انفان كائن رمزي تعمل بالرموز. شفت التصحيح عندك التصحيح متاع مرتضى؟ شفت التصحيح متاع مرتضى؟ اعطيني كيفاش قريت التصحيح متاع مرتضى. مرتضى الطفوله متاعك مستقر عائليا صح، لكن مرتضى في صغرك مرضت مرضى تقلقتك شوي. لحظة برك، اللي يقول فيه السيد هذا صحيح ولا غلط؟ صحيح. مرضت في صغرك؟ صحيح. وجسمك مش حاجة ما قلقتني شوية. مرض ومازال يتذكرها بتاتر الوجيعة متاعه نفسانيا في آخر طفولتك بالتحديد، اللي هي المرحلة متاع المرور للمراهقة. كانت عندك صديقة قريبة لقلبك، قعدت مدة وتطورت العلاقة، أخذت شكل عاطفي، نجم نقولوا هكا أول حب في حياتك. هذا الكل لقيته في الإمضاء نتاعو. بيان سور. باهي لحظة، أما نتصور الناس الكل في فترة المراهقة تعلقوا ببنية. لا أنا شفتها كإشارة. إيش قولك في اللي قاله سي طاهر؟ برافو يعطيك صحة، حاجة جديدة، حاجة جديدة. برافو. بسلامة مرتضى، خلينا على الاتصال. عايشك سي طاهر. عايشك. بسلامة. ميرسي طاهر بكاري.